متتبعي قناه انفاس بريس، الانشغال اللي تتشوفوا مرايا تتعلق بانجاز واحد الحوض مائي في منطقه الهراويين الجنوبيه في عماره اقليم مديونه بمدينه الدار البيضاء. هذا الحوض المائي غيدار على مساحه 8 الهكتارات، تقوم به شركه ليديك من اجل محاربه الفيضانات بهذه المنطقه، وهو واحد من المشاريع اللي تقوم بها الشركه من اجل تجاوز معدل الفيضانات لتتدد مدينه الدار البيضاء في كل موسم امطار. كنتواجدوا الان على مستوى حوض جميع المياه المطريه منطقه الهراويين الجنوبيه. هذا المشروع اللي كيهدف للحمايه من التدفقات المائيه القويه اثناء هطول الامطار. هذا المشروع كيمتد على واحد المساحه اجماليه ديال 8.5 هكتارات، وغادي يمكن ان شاء الله من تخزين واحد الكميه ديال 125 الف متر مكعب يعني اللي كتوصل لهذا الحوض. بالاضافه لهذا المشروع المهيكل كاينه مجموعه ديال المشاريع اللي تم الانجاز ديالها من طرف شركه ليداك سنه 2020، يعني الكلفه الاجماليه ديال الاستثمارات تعدات 590 مليون ديال الدرهم. كاين ثلاثه ديال المشاريع مهيكله كبيره اللي تم الانجاز ديالها في هذا على تراب الدار البيضاء الكبرى. المشروع الاول هو النفق تحت الارضي او السرداب تحت الارضي اللي تم الانجاز ديالو على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بالضبط على مستوى منطقة ليساسفة. الكلفة الإجمالية ديالو تعدات 396 مليون ديال الدرهم، وهو عبارة عن سرداب تحت أرضي اللي الأبعاد ديالو 2.8 متر في الطول 2.8 متر في العرض، والطول تعدى 3 كيلومتر. المشروع الثاني هو سرداب تحت أرضي اللي تم الإنجاز ديالو على مستوى منطقة حي الصدري. هذا السرداب كيمكن من تخزين 14000 متر مكعب ديال المياه الشتوية والتصريف ديالها من بعد. هذا المشروع هذا الكلفة المالية ديالو تقريبا 218 مليون ديال الدرهم. المشروع الثالث كيهم المواكبه ديال المشروع ديال نفق الموحدين. تم انجاز واحد القناه اللي كتسمى القناه الكانال دولور لتقويه المياه الشتويه بهذه المنطقه، واللي بلغت الكلفه ديالو اكثر من 60 مليون ديال الدرهم. بالنسبه لهذا الحوض المائي اللي حنا تنتواجدوا فيه الان، شحال الكلفه الماليه ديالو؟ الكلفة المالية ديال هذا المشروع 26 مليون ديال الدرهم، وإن شاء الله الأشغال الآن على قدم وساق من أجل إتمام الأشغال في أقرب وقت إن شاء الله، باش هذه المنطقة هذه تكون محمية من حدود. شحال الأشغال تنتهي؟ الأشغال إن شاء الله غادي تنتهي بحلول يونيو 2022. بالنسبة للأمطار والمياه الأمطار اللي غتجمع لنا، واش كيفاش تتم التصريف ديالها باش نفسروا للمواطن؟ المياه ديال الامطار يعني ملي كتكون المياه ديال الامطار كتنزل كيتم التخزين ديالها على مستوى هذا الحوض ديال التجميع لو باسان دوغاج. من بعد كيتم التصريف ديالها شيئا فشيئا عن طريق واحد المحطه ديال الضخ اللي متواجده هنا في المشروع، ويتم التصريف ديالها شيئا فشيئا باش ما نشكلوش مشكل يعني لشبكات التطهير اللي متواجده. بالنسبه لهذا المشروع تيدخل في اطار المشاريع اللي ستدير ليديك من اجل محاربه الفيضانات، وهذا تيحارب الفيضانات في هذا الاقليم تاع الهراويين. تماما، ينبغي التذكير بان شركه ليداك عندها واحد 144 حوض لتخزين المياه الشتويه، بالاضافه لواحد القدره استيعابيه اجماليه اللي كتعدى 1,200,000 متر مكعب. منشات مهمه اللي كتساهم في الحمايه ديال هذا الدار البيضاء الكبرى من الفيضانات.